السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم معنا أغنية اسمها المجد لأطفال الحجارة لفريق أو مجموعة السهام. طبعا العنوان شدني جدا، المجد لأطفال الحجارة، وأنا من أطفال الحجارة. أنا كنت طفلة عمري تقريبا أقل من 6 سنوات لما صارت انتفاضة الحجارة. خلينا نشوف شو بدهم يحكوا وشو بدهم يقولوا في أغنية المجد لأطفال الحجارة. حطنا لايك واشتراك، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، كلها موجودة الروابط في صندوق الوصف. ويلا نسمع فرقة السهام في المجد لأطفال الحجارة. يلا. معبر العين اللي فيها العلم. شعر لمحمود درويش. ضربوهم بالحجر وزيدوا في العصيان، ضربوهم بالحجر حتى يبان البرهان. ويلات قادة الحجر ريب والحيطان ورجموا الشيطان. الله يا الله، لغة الحجر تتكلم الحرية بالأرواح، إبداع وخلق من الدم، براءة الكفاح. الله يا الله، صغير مكة متكلم أيام فظيعة، يضيع دم أيام فظيعة بجد. حتى يولد رجال وشجعان، شايفين قديش الحجر كان يخوفهم. ويطن سلاح العديان باش من سلاح وقفوا العربان، واللي في جنب الحق يبان، والناكر وغدا يهان. الخليل الخليل رام الله، عباد الله جرعوا الصهيون مرارا. الخليل أطفال ورجال تحدى وبارود وحرارة. سجل سجل، أنا عربي والرقم عدد الحجارة، والتاريخ كل الأجيال، المجد لأطفال الحجارة، المجد لأطفال الحجارة. كتبوا تاريخ الأجيال، كتبوا تاريخ الأجيال. ضربوهم ضربوهم بالحجر وزيدوا في العصيان، ضربوهم بالحجر حتى يبان البرهان. عربي عربي، أنا عربي عربي. كانت النخوة العربية موجودة. الواحد يقول أنا عربي. مبلاع، إيش بتقولوا عنه؟ إحنا بنقول عنه هذا المبلاع. أنا سألتكم عليه قبل هيك في الفيديو للمغرب، اللي هو الأشياء القديمة، بس نسيت إيش رديتوا عليه بصراحة. بس أنتوا كتبتوا لي إيش بتقولوا عنه. الحجر ريب الحيطان ورجم الشيطان، ويلات قادة الحجر ريب
الأحجار الكبيرة من الأحجار الصغيرة. يا إلهي عن جد قوية. خلص الحجار هدوا الحيطان نضرب الشيطان.
قاعدة جنب الجارة المشلول أطفال الحجارة كتبوا تاريخ الأبطال والرقم عدد الحجارة والتاريخ كل الأشياء المشلول أطفال الحجارة كتبوا تاريخ الأبطال سجل أنا عربي جميلة جدا جدا، بتصف عن جد الطفل الفلسطيني وعن جد المجد لأطفال الحجارة، أطفال الحجارة اللي هزوا الصهاينة. كان الحجر مقابل دبابة، كان الحجر مقابل سلاح، كان الحجر مقابل قوة، لكن الحجر كان أقوى. عن جد فرقة السهام أبدعت في هاي الأغنية، أبدعت عن جد وذكرتني بذكريات كتير كتير في هاي الفترة. أنا وعيت على الدنيا كنت في حرب أو في فترة أطفال الحجارة اللي هي انتفاضة، عفوا الحجارة كنا نسميها انتفاضة، انتفاضة الحجارة. فذكرتني بأشياء كتير، ذكرتني بناس يعني مقربين كانوا لإلنا استشهدوا. كانت أيام صعبة جدا، ولكنها طبعا كان الاحتلال طبعا بغزة قبل الانسحاب، لكن كان الحجر يخوفهم. فتحياتنا للفرقة الرائعة هاي، تحياتنا للكلمات الرائعة. طبعا اقتباس من قصيدة محمود درويش سجل أنا عربي، فذكرتني كمان بالقصيدة، القصيدة جدا جدا رائعة، حكتب لكم إياها في أول تعليق. بس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وانشروا هذا المقطع في كل مكان، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة الروابط في صندوق الوصف. ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.